السلام عليكم. اللي ابتعد عنك وأنت مع الله سبحانه وتعالى في علاقاتك ودعائك وصلاتك ومناجاتك، تجد إنسان في حياتك قاعد يبتعد عنك من دون أي سبب، من دون أي حاجة، اعلم أنه شر أبعده الله عنك، ما يناسبك هذا الإنسان. اللي مع الله ما يخاف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. ومن البشريات أن يصرف الله عنك كل شر كنت تظنه خيرا. افرح، انبسط، لا تزعل نفسك، اللي تعلقت فيهم وراحوا انبسط، ترى في أشياء أنت ما تشوفها الله سبحانه وتعالى يراها بعلمه وإحاطته، لأنه يحبك صرفهم عنك.